الثانية تحت شعار العالم على مين، ويضم المهرجان فعاليات مميزة وضخمة وأنشطة عديدة ومتنوعة وحفلات بمشاركة العديد من النجوم. المزيد من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين رصدته لنا الزميلة خلود الرفاعي مراسلة دي ام سي. نعم، تحياتي لكل السادة المشاهدين. لازلنا نواصل رصد فعاليات مهرجان العالم عالمين، أكبر مهرجان سياحي ترفيهي في مصر والشرق الأوسط في دورته الثانية على التوالي. المهرجان في هذه النسخة يطلق العديد من الرسائل المهمة وأيضا المتنوعة والقوية، يأتي على رأسها رسالة التنوع والجودة. التنوع في الخدمات المقدمة للمواطنين من مولات تجارية مصممة بأحدث طراز على الطراز الأوروبي والطراز الترفيهي، كذلك ذلك مجمع البنوك الخاص لخدمة المواطنين، مرورا بساحة النورث سكوير التي تضم أكثر من 20 علامة تجارية عالمية للتسوق. وينطلق من هناك أيضا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية التي تشارك لأول مرة في مهرجان العالم عالمين، مرورا بالممشى السياحي وهو المتنفس الأمثل للأسر والأطفال كونه يضم العديد من المطاعم الكافيهات وأيضا أماكن لتأجير الدراجات للأطفال للاستمتاع بالجو الرائع، وكذلك مطل على الساحل أو الشاطئ الساحلي المبهر. نذهب بعد ذلك لمدينة الألعاب الترفيهية التي تضم مجموعة من الألعاب المختلفة ككرة القدم والفولي بول وأيضا البادل والتنس والباسكت بول، وهناك مشاركة واسعة من رواد المدينة مع نجوم تلك الألعاب. وأيضا يحدث هناك فعاليات وزارة الثقافة التي انطلقت بعروض مختلفة من السيرك والتنورة وفرق العروض المسرحية. نأتي بعد ذلك للمدينة التراثية وهي مجهزة لتكون أكبر مدينة ترفيهية في مصر والشرق الأوسط لما تحتويه من مسرح روماني مجهز بأعلى أو بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة والعرض. أيضا هناك دار أوبرا العالمين الجديدة بالإضافة إلى وجود أرض معارض على مسطح 15,000 متر، وهناك أيضا مكتبة ومجمع للمتاحف بالإضافة إلى مجمع السينمات الرائع والمبهر المقام على ثلاثة مباني أو يضم ثلاثة مباني بتسع قاعات عرض لكل الأفلام التي يحبها الجمهور. في هذه النسخة مهرجان العالم عالمين يهتم بكل الأذواق وبكل الفئات العمرية لما يقدمه من فعاليات وأنشطة مختلفة على ميعاد يوم الخميس والجمعة مع أكبر الحفلات الغنائية ضمن أجندة مهرجان العالم عالمين مع الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، وفي حفلة غنائية استثنائية كذلك يوم الجمعة سيكون هناك حفلة غنائية استثنائية أخرى مع المطربة ماجدة الرومي. هناك استعدادات تجري على قدم وساق في منطقة الأرينا الجديدة المخصصة لإطلاق الحفلات الغنائية. معكم من مدينة العالمين الجديدة نواصل رصد الفعاليات يوميا، نتابع.